وهذا سائل يقول: عمري 41 سنة، متزوج ولي أولاد، مرضت مرض الربط عن زوجتي منذ 3 سنوات، أتيت للعمرة لكي أشفى، مع العلم أني استعملت الرقى الشرعية ولكن لم أشفى لحد الآن، فما هو العلاج الذي تقدمه لي؟ العلاج على قسمين. العلاج عند الأطباء، تروح للأطباء وتذكر لهم حالك، وعندهم من الطب ومن الخبرة ما يعالجونك به إن شاء الله. العلاج الثاني الورد والرقية والأدعية، وفيها شفاء بإذن الله. ولا تيأس، لا تيأس، ولا تظن إن فيك سحر، أو كل شيء سحر، قد يكون فيك مرض حدث، مرض عضوي يستطيع الأطباء يعالجونه، لأن عندهم خبرة وعندهم أجهزة وأشعة يستطيعون بها بإذن الله أنهم يشخصون هذا المرض. نعم.